مساكم الله بالخير، ردينا لكم مرة ثانية مع نقصة القصار. واليوم النقصة بيسوونها اثنين مو واحد. أنا نقصتي بسويها حق أخوي وحبيبي اللي كل سنة أحرص أنه يكون وياي، مو عشان أنه فنان مشهور ولا عشان أنه هو أخوي، أخو دنيا. وسالفتنا وياه ويا حبيبي رفيجي بشعيل حق لوادم مهضومه على قولتك. الله خير يا ابو دبر. الكل يتقبلها لان ربع ماخذين على بعض. كنا قاعدين احنا ما نقول لكم احنا بالتلفزيون، احنا قاعدين مكشت الحين، كنا بالشاليه. نعم. عدل؟ يا ما طبخنا على البلوح. اي نعم هالخيرات. واليوم ابو شعيل عنده طبخه، بس انا بخلص طبختي بشلفتها لكم بالفرن عدل، وهو طبخته بيخبركم عنها ولا اقول لهم انا؟ لا لا خلها بقل شوي. خلص هالمسدوح هذا الحين. اي نعم. كاسر خاطري انا من قبل التصوير اطالعه. نعم شوف. نعم. عندنا اليوم هذا الهامور، طبعا تقولون القصار كل حلقه هامور، يبه شيب لكم يعني زوريا مثلا. لازم لا لازم. بس اليوم اعتقد من تقصت من ما في قص. لا ما شوفوا هامور مخصوص ولا شيء. في سر الهامور اليوم الله يسلم عمركم مفتوح بس من فوق هني منظف عدل مسنع، وبنسوي له خلطه حشوه الهامور. العاده اذا صدنا الهامور باللنج وانا رايحين او صادونا هامور شينا مو زي القوله هالكبر ضعيف فبنترس بطنه. فاليوم احنا بنترس بطنه، ايش بنترسه؟ عندنا هالربيان الجامبو عدل من حمسه مع عطيه الله الكزبر والشبنت والبصل والخضره والبهارات، بنزيده شويه لوبه هذه الشركه القريبه بس تاخذ. انا قاعد اسال عن اللوبه هاي. نعم اللوبه هذه كلهم بنتبله وبنسدحه هني بالصينيه على الفرشه من الفلفل والليمون والبصل وبندزه بالفرن، وعقب بنتفرق حق طبخه اخوي نبيل. توكل على الله. عدل؟ توكل على الله. الحين السالفه راضيين بنسولف احنا، بس انت عدل المجال انت خلص الدباجه مالت المقدمه. نعم. خلص المعتاد وبعدين احنا ننطلق. على طول حمينا الدهنه هني وعندنا يبل بهارات هذه الله يسلم عمركم. شوية كاري، شوية بهار مع البيت، شوية كمون وكركم، فلفل أسود. نفس القفشة أبو داود؟ نعم نفس القفشة ما يضر. بيتنا قاعدين أوكي. إن شاء الله قاعدين المطعم بقول. لا أقصد يعني ما يخرب قصدي ما البهار ما يخرب. لا ما يخرب بس الملح. الملح ما يخرب رفيجي أنا هذا قصدي. بس اللي لونه فاتح. أيوة عشان لا يقودهم. وهذا الملح بيبة كذي فوقه كلها هالحوسة دي كلها فريناها يميع. اعطينا الهيل. هذا الهيل ماني حاطه بالقفشة لا يلمسه. يتلعوز الهيل. يجيس على طول. نعم اي بسرعه يلقط الريحه. خلطناهم يباه البهارات على طول فوق الربيان. اوكي. ايوه يلا فركي الربيان بسرعه. روح. لا ما يبي ملح ليمون، فركي ونزلنا نص الكميه بالدهن عشان نحمرها. انا عشان ما يطول عليكم الوقت حامس البصل، كلكم تعرفون حامس البصل بالماي يصير لونه كذي بني، من العاده ناخذ وقت تش وتش بالماي اي نحط وكل ما نشف ماي اعطينا شويه ماي لين يتغير لونه ويطلع الشكل. مو دهن الشكل. لا مو دهن عشان الحلع. اي ما خلص طول يعني الشوله. ايوه الحين دقيقه واحده بس يحمى دام ما خلص. خليني انا واسيني هذا وخري شيلي هذا بدينا ايش خليك فركي هذا يبقى هامورنا. هذه شوي كذي بسوي نفس الخلطه ببهر فيها بطن الهامور ومن فوق بحط له الصبار مع نفس الخلطه. أوكي. مع شويه بابريكه عشان تسوي لونه حمر. يقول لك كشفناه ما يصير ابلق لونه. أوكي. فاتح يصير حمر. العاده يحطون فوقه تمره، احنا حاطين تمره اليوم. حط ويا البابريكه والصبار فناخذ وين الملل المساعد تلقاها. هذه نفس الشيء عندنا هني شويه فلفل اسود كركم وشويه كمون وحبيبة ملح وشوية كاري وشوية بهار مع البيت المخلوط عدل من كل شيء من كل هالبهارات حطيناهم. الأخير ها ما عطيت منه. اي واحد هذا اطرف واحد اطرف نفس الشيء. شوف كاتبين عليه ماما بابا بس هذا بهار ميموز الله يرحمها ما في هذا مخلوط فيه كل شيء. اي بس هذا اسرع. وطبعا ويا الخلطه الحين بنحط هذا الحامض الزرشك مع الربيان ببطنه. ام رمان زرشك؟ لا هذه نبتة ثانية مثل التوت البري. هايبة. والثوم الزنجبيل. إيه صاج عدل والله بنتي ذكرتيني. الثوم الزنجبيل القرشة الزنجبيل وها
هذا داود زنجبيل كنا جديد يعني قبل ما كان احد يحطه صح؟ اي الحين تعودوا عليه وسجه هو يشيل الزبره يشيل الزبره اي اي ومفيد بعد يعني هو ماده مفيده هو فائدته تاكله فريش طبعا افضل فريش مطبوخ هو فيه طعمه وفي مواد كامله يصير نعم بهار كامل الحين عشان الين هذا حق الفراك بصب عليه شويه زيت عشان تفرك الحين من داخل ببطنه بتدهن داخل الحين اي اي وش بنزيده بعد شنو يبغى بنزيده ليمون وعاد لازم اخوك انا سوي صوص تشيل الزبره مره واحده هذه الخلطه زاهبه الحين نسوي مفرك الهامور مالنا برا وداخل مساج من كل مكان يلا جولتنا يلعب فيها الهواء خل تحمى شويه دقيقه واحده معانا زينه طامنه شوي لكن ماكو فايده خلينا ننطر الجوله تحمى ونردكم مره ثانيه عشان يكون كل شيء حامي وجاهز ونبتدي الحش الهامور حمرنا شوفوا الربيان عقب ما بحرناه على طول بنحط البصله محموسه ذاهبه وعندنا شويه كزبر حق بطنه هذا كزبر كماري اكيد كنا خلص لا اكو كمل لا لا في راهي كمل له هني متروسه راهي وش عندنا بعد؟ عندنا هذا المقصص صغيرات ويا فوقه فلفل اخضر واحمر وبصل هذا كان مشتي يصير زفر يهون لا لا وين اول الزبره؟ شوف وفوقه شنو هو؟ فوق الربيان اوه على طول هذه تشوله خلصنا منها البيز هاي الحشوه خالصه ايش بنزيد الحين؟ الحين قلت لك يلقط الزبره مره واحده الحشوه العجيبه شيء ارتفع ما شاء الله واللوبة فوقها بس عشان تعطيها النكهة وتخننها بعد زيادة صدق انا شفتك تحمس ما قدرت اقاوم كل شيء انا شوف انا رامك ها رامي الحماس يا سلام انا ادري هذا حشو مال هامور اي وشلون الحين طعم الربيان بس ماني قايل منو ضربت على الربيان خلاص الهامور العود ضرب ضرب على الربيانه ها هاي تبيها ولا خلاص لا خلاص هاي خذي بابا خذي هاي بابا اعطيني الصحن استعمله هني ما ابي عقب البشعير من عقبه يعني ها هذه يبا حشوتنا خلصت ما شاء الله نطفي عليها وين اللي قضينا الناس قضت الحشوه بيب الهامور الحين مني وبكن نزبطنا وهو كاهو بهرته كماري يلا عدل بسم الله انا باخر عنكم انا بخلصها بس بسرعه لان انا ما قدرت اقاوم اقول لك شفت الحمسه الحين كيفك عاد دام ذقناه الحين شوفوا احنا يبا بهرنا ترى حلو حتى ملحه زين يعني حتى ملحه ممتاز لان احنا نبهر وملح لها امور خالص قياسه زين الحمد لله تمام انا والله ما ذقت ابو شعري صار ذوق لا طيب شوف يبا شوف الهامور شلون مبطل ايه من حلجة من هني هاي ابو داود نفس الزبيدي اللي تسويه انت نفس طريقه الزبيدي ايه. انا والله عشان ما اقص عليكم شفت الطريقه ويازت لي قلت له جربها عندي بالحلقه واليوم هو اول تجربه وان شاء الله تضبط تصير عدله ان شاء الله تضبط أنا بس يعني انا ويا بشعل ما قلت انا وياك هني تضبط ما قلت يا معنا في طبخه وخسقت احنا حتى لو مو زين بنمدحها لنصير زين ما سوى بس انت لا اذا هذا الحشو كذي هذا الحين البدايه لا الحشي بعدين نعم وهذا اليوم جاي من السوق تو طالع من البحر البحر نعم اي السلامات هامور ولد بطنها ما على قولته شو تقول ام الهامور تقول شو اسمه لا تصدقين لا تصدقين ايه؟ لا تصدقون ان ولدي راح لين يشوفون عظامه لين يشوفون عظامه نعم يلبط لين مول الله يشوف لمسه الوحيده تشوفها بالبسطه تحرك خياشمها هي ها شوف ريت ابو عظم لا يربطونها خاصه مال القراقير ايه؟ خلونها بالماي عشان يظل حي يقصونهم خلاص صدق حق ايه لا نوبه جابوا لنا هامور ولا هزيل هزيل كلش كان اقول ايش فيها السالفه كان يقول يبا هذا قرقور لايف
ايه عديم ما اكله ما عنده اكل اللي فيه كله بس وقعد وقعد مسكين تم وتم كنا حارس على من اي سمكه تشوف الهور ما تدش اي تم وهو انحكر سوى دايت سوى دايت حق عمره اي ولا مسكين اي مره كذي احنا قبل هبينا بالقراقير نعم جتني فتره كذي بحر قمت اطلع ايام العاديه ما اطلع بالاربعاء والخميس معي ايام قبل نشطر روح وني اي نعم وداود ولا دشينا صوب الطبعانه اهل البحر يعرفون الطبعانه مالت صوب هناك صوب نويصيب نعم المهم ولا هذول يقوصون ياشرون لنا دير بالكم ما يدرون ان احنا ندل اي عبالهم ندعم داخل دشينا داخلها داخل الطبعانه ويحاكونا دير بالكم احنا حاقرينهم قلت حقرهم ماكم شغل فيهم يوم شافونا طلعنا قرقور عرفونا ما شاء الله الحين كأنك توك صايده انتفخ بطل اي شوف شوف هذا اي مول بس عاد تبه من خيرات الله انتفخ مو على مو الحمد لله نعم يلا شيلي هذا الماعون اعطيني الماعون الثاني يلا اول شيلي هذا الماعون يبا اول شيلي هذا خضر هذا اول اي نعم شيلي هذا هاتي الثاني مني حطيه يمه بس حق قبل يلا هذا الحين فراشه هذا فراشه في اللي يبا اي في الفراشه الحين اللي نزلي شوي شوي مني بعد يلا شفتوا يبا فرشناه بالفلفل واللومي والبصل حطينا فيه شويه زيت عشان الحين نحطه ولحفه الحين تبون نحطه من سدح ولا لا على وجهه نفس ما نفس مساعد شدي اي هذا اصوله ايوه وبعد انا زياده بال لان الراس ابي يصير تحته بعد حشو مذهب له عرفت داود أيوة. وني والله حق هذا ونسحب قرقورنا ما حصلنا راح نحدق ما حصلنا نعم. قلنا نمر على قراقي قلنا يشوف نحصل يدام وطلع ولا واحد كبر هذا اللي بيدك يا سلام واحد قلنا بس حصلنا يدام حطيناه يمنا القرقور مره ثانيه قطيناه نفس المكان هذول يوم شافونا طلعنا قرقور سكتوا قال خبوا عمرهم مساكين اسبار ندعم قالوا هذا قشم الظاهري داشين غلط ما يدرون خبزي البحر خبز اعطينا يبلش ما وين هذه شوفوا يا جماعه هذا عندكم وين المله الثانيه اعطيني مله كاي 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 وراك شويه صبار الحين بتلوصه بهذا نعم اي نعم شويه صبار وشويه بهار خفيف مبهر بس بهار خفيف بس عشان الصباره بس الملح بيبه دوخ الملح يا ابو داوود انت اي واللومي لازم عدل من خلطه ايش بحط وياه هذه الببركه هاي تعطي لون عجيب تعطي لون عجيب على قولة المغاربه يسمونها التحميره الحين مساح ها بس ايه قول يلا يلا كمان بي مشي كله تعطي لون وتعطي نكهه لون ونكهه مين بعد قدامك يجي قدامك والراس اهم شيء الراس ويها عيونه وعيون خضر هذا تلاقط عيونه هذا هامورنا قضى يلا مين واحدة كذي. ايه. واحدة كذي. ويها راح زين. والثانية كذي. ايه. والثالثة كذي. عجب. مو اللي تلحف نبة واحدة. داود هاي الطبخة بس مرة واحدة شفتها؟ أنا؟ ايه. اي والله. وإن شاء الله إن شاء الله تضبط. إن شاء الله. يعني مو أريها الشغل يعني مو صعب. لا مو صعب كان اقول واحد اثنين ثلاثة أربعة. الحين مو شغل مو بس الهامور الصبيطي بعد يصير عجيب فيها. كل شيء. اي نعم. كل شيء لا 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 بطن عود تنزو كل شيء يلا على طول الفرن الحين الفرن بسم الله الرحمن الرحيم كماري دلباني روح دش الفرن زين داود قول كم رقم الفرن؟ الفرن حار ساعة حار حده؟ حار خلوه يتطابخ مو لي حار وساعات بعض الهي اذا اكبر مني بعد يمكن ياخذ اكثر من ساعة بس هذا ساعة ان شاء الله بمول بتفدع الحين نستنى عمورنا حق المفاجأة يلا دور يعني الله يعين الله يعينكم علي ردي لكم بعد شوي الله يعينكم علي
ابو شعيل قهوه تزعم المطبخ الحين، النقصه نقصتين. لبست العده انا. نعم. زين. انا بس اشيب لك الشوله. شيب لي الشوله. اروح اقعد امام هناك ضيف؟ لا بدونك ما انا ترى انا اخذ كذي يعني. زين. اول شيء ايش بنحط؟ احنا اول شيء طبعا بنسوي على قولتهم الحين احنا. هي الطبخه، الطبخه شيء اول. الطبخه وايد ناس يقول ما اعرف اطبخ، ترى الطبخ سهل. نعم. واكو وايد طبخات ابو داوود يسويها سهله يعني بس نعم. تعرفون واحد اثنين ثلاثة وخلاص. هذه من الطبخات اللي سهلة. فرق شيء بالقاعة. إيه؟ فرقعة القاعة يسمونها هني عاد. إيه حمسة حمسة حمسة. قصدي ما شنو نحط شوية بصل وشوية هذا. نعم. العادة يمكن اليدد الحين ما يعرفون الميدم. صح. صح؟ وما يمكن اكو ناس ما يعرفون ولا كلو يمكن لو اقول لهم يقولون ويع. شنو ميدم؟ إيه؟ أو لو قلنا لهم شنو مواصفات يقولون ويع. هذه كاميرتنا. احنا نقول هذا الميدم كشخة. إيه نعم. الميدم ولد اليريور او اللي يسمونه ولد الولد. ولد الولد. اي على قولة الامارات صار الحمته تعرفه يسوون له طريقه هذا عاد قصته قصه ما لنا شغل. احنا الحين بنسوي بقعة الجدر. ميدمنا شنو اليوم؟ احنا بقعة الجدر. هي يصير شوفوا يصير ابو داوود يصير تونه. اي يصير عندك همبرجر. همبرجر نص نص حط هذا اول ما قال لي همبرجر قلت له همبرجر همبرجر بقعة الجدر. لو همبرجر كان سوى قصه ثانيه كان وياها بطاط وبيديان بس هذا ما يركب بطاط. هذا لا عشان ما يدش سفره عشان ما يصير زبل. نعم احنا اليوم هذا رفيجنا. هذا رفيجنا التونه. عشان نضيع الوقت هذه بالطبخه حق اللي تمام متزوجه تبي تميلح حق زوجها حق طلباتنا اللي مسافرين برا. نعم اكله سريعه ترى ما تعوق نص ساعه خلص. فهي في قاعة الجدر تونه سلاحها الخضره. الخضره كيف عشان الخضرة. عشان تصير طيبه عشان طعم فيها عجيب. زين احنا حنبلش بداود على المكان الحين. احنا بنحمس البصله. بنحمس البصله بدهنه شويه ولا فرقاعه يعني. ايه بس عاد الكميه انا ما ادري ايش كثر انت مسوي لي عيش. عيش اربع شيلات فحط نص تقريبا ثلثه المعجبه. ثلثه؟ اي يعني هذا. اي وايد. ايوه تمام لان نبي الخضره بعد فوق. كنا نعرف والله القياس ترى ها؟ ايوه. وين بيزنه؟ هذا البيز. بسم الله. وهو قال لي ابو شعيل كثر الاشمنت. مو الحين. هذه. إيه؟ الحين ابي البهار ابو داوود البهارات حط لي الحين إيه؟ هذا البهار مال هذا بهار هذا ماما بابا مال بهار بهار ماما ولا بابا هذا اللي فيه بابا انزين ايوه انت تسوي خلطه وتقطه صح؟ انا ما مسوي خلطه إيه؟ كاري شويه ربع القفشه كاري شويه إيه؟ الله عليك هذا شنو؟ هذا كمون اللي هو سنوت هم شويه شويه اي سنوت اي سنوت يحب السمك يحط شويه سنوت زين وين الثوم الثوم والزنجبيل هذا الزنجبيل اوكي وعندنا زود بعد اذا بغيت لا زين زين انا ما احب البهار وايد احب شوي لان البصل كله؟ لا 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 بس لان هني عندنا خلينا نقول يا جماعه ترى هذه ثمان قواطي تونه التونه اللي تعجبكم انا ما اقول لكم الماركه المهم ان تشيلون عنها الزيت الزيت مالها ما نبي احنا حاطين هي ينشال الزيت او تجيبون التونه اللي هي على الماء على الماء اي نعم هم تزلون الماء وتحطون وهاي ترى شوي هاي لو مين زين هنا خلي شويه اي بس خل تطلع ريحته شويه ونبي نحط عليه اي سيد التونه الحين ها تونه على طول قبل الخضره قبل الخضره الخضره اخر شيء عشان ما فيها روح الخضره خلي بعد شويه ادري بعد شويه بس قاعد اقول لك خلي زاهب خلي يطلع انا بقصصها وايد كبيره تكسر وياك يبا بالهذا انا بالعماله ما خليتهم يفتتونها قلت لهم كذي حطوها على عدالها عشان لان بتنهرث هني وياه مع الطباخ اعتقد طلعت الريحه ايش رايك؟ خوش خلصنا؟ نعم تفضل ابو داوود الك الا؟ اي ايش رايك؟ يبون في دام عدل ما شاء الله تمام الحين شنو ابو داوود شنو كلمتك؟ انفهره شنو؟ الكلمه اللي كنت مساء قلت خليها تنهرف 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 يبيلها يبيلها حكي تنهرف يلا فقلب التونه قليلا الى ان تظهر رائحتها مع البصل عشان يدشون مع بعض طبعا احنا اخرنا الخضره لا الخضره ما فيها روح ما فيها روح تتسود ونبي ريحتها ونبيها خضره عشان لما نقلب بعدين هذا الفلفل تبي منه شيء اكثر لا ابي صغيرات صغار وابي فلفل شويه الحمر اعطيني فلفل حمر ناعم وداود كل ما صار هذه ناعمه كل ما صارت الذ ها لان الميدم ها اي لان هذه انا لو قايل لي من اول ها
ايه شحم بس لان لو قايل لي من الاول كان خليتها تنعمها اكثر. عطينا فلفل حمر ناعم راح يجيبون. كنا هني تو ساعه شفته انا شالته؟ لا شالته من ساعه بفركه مو حمر. وداود هلا ترى انا مو رفيق جبط هذا تعال عورتني يدي. كان اقول لك يلا خليني اشيل انا عنك. زين انت بس اشر علي يقول لي كذي وكذي. هذه اللوميه لوحده بروحها. هذه اللوميه بروحها. اي نعم اللوميه مقصوره. خوش كلام. ما تبي وياها معجون طماط اي شيء اي نوع؟ والله انا خاف يعني بعض الاحيان خاف اذا ما حل 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 شويه على طريقتك انا شوية. ما بدي اذا معجون طماط عن خاطرك اعطونا معجون طماط تعطينا لون شويه شوي حبيبه. لا طماطه ما بيها. لا طماطه ما تبي هذه قلت لي هذا طماط شويه اي اعطينا معجون شويه طماط ها هذا فلفل لا معجون طماط راسها داير شويت يا عم من ظهر راسها داير كمالي لا تكثر بس خذي هذا شوية فلفل والله ترى هذا حار شوية لا أقل بعد إذا حار وايد بس يعطي شوية مع الفلفل الموجود بس لا عاد شوية يلا عاد هالمقادير ما أعرف أنا جدري مو هذا أصغر أصغري زين أنا إيش بحط لي هني بحط شوية زبدة ايوه انا يبي اقول لك يبي له شويه سومه قلت لك بحط زيت بس انت عاد لا ابو داوود لا لا انا ابي ترى تاخذ لنا العيش ما في شيء انا جاب له شويه يلا تفضل عاد هذه زيادات مال ابو داوود ما نقدر نتحكي عنها عطني الزيت هذا الزيت يعني بدينا محمد قال لك فين هاي لود ادري خليها الحين هاي الزبده اكيد وتم وحمسوا اي وحمسوا لين تطلع ريحته شوف الريحه الحين الريحه نضيف الخضره الحين اذا عندنا وقت نكمل حماس ولا نخليه شغلنا بعد شوي عقب الحماس نرد ندش لكم مره ثانيه اعطيهم فاصل على راحتك الحين هذا ما عندنا شيء جديد عندنا باقي الخضره اي نعم انكت العيش انكت العيش فاصل ورجع خلي لكم. فاصل رد لكم مره ثانيه ردينا لكم مره ثانيه هالمره ما احنا مطولين عليكم لان احنا هذا الروايد مساء وقلنا البرنامج ترى مدته قصيره قلنا يلا الحين داود ايش عندك عطنا بس الخضره هذا الكزبر فوقه عليه وهذا الشبنت وهذا الشبنت هذا على شويه ذاك هذا شويه بس ايه هذا شويه لانها صار وايد حلو بعد شويه من هذا شويه هذا بس عاد انا ايش بزيد اي بتحط هذول الحمر نعم. عشان يلونونه عاد شغلات تزين انا مو يمك شوف بداود شوف ليش انا حطيت خضره اخر شيء عشان لا تصير سوداء اي نعم وريحتها تصير طيبه ما شاء الله شفتها عجيبه ولما تحط الحين فوق العيش ولا قربتها بعدين شوف سلام. اللون يا سلام وهذا ربعك هنا خلينا نوزعهم بس خضر بعد لا بس كيف كافي ها لا الحمر زين حمر زين عشان يعطينا لون خضر وايد ايه اذا ذهبه خلنا كت العيش عليه يلا ذهبه توكل على الله يلا بس انا اواسي اللوميه بالنص عشان لو قربنا نطلع يلا حطها هذه اللوميه بالنص الحين عاد شغلك انت الفلفل كذي الاكتار توزيع عاد هذه طلع واحد حمر رشيت الثاني لانه مسكر ما راح يطلع طلع حرارته بس طلع شكله هذا في شويه مي ها مو ناشف لا اذا بغى بنبخه اي شويه بس نسوي ترى ها ايه يعني زين بس ايه مع ذي وعشان ابي تسكر هني على الحالة تعدك لا تنزل يطلع برا قول لي خليك انا كل ما اقول لهم حطوا لي صحن ما يحطوا لي صحن هذا لازم كذي العيش بروحه مطيب خنين فتحته مع دارسين وهيل زعفران اقول يسمونه وذي مسمار اي لا جدرنا ما كنت انت كنت هذا وانا سنة ماني قايل لي ماني قايل جدرنا بطن شنو؟ بطن شنة يعني ما في هذا مثل ايش حق يزعلون يزعلون الشنات علينا هو تسبت فيها يلا شيل عنك الهيل لا بس سواسة تمام قصر على الفتاوات الحين قصر وحط له تنكه وخليه يترسى على راحته وهذا دواه وعلى الله اشفاه شوفكم عقب
تحمل القصه هذه؟ سهله. على كيفك. يلا. يلا بسم الله. ايوه بس خله. يلا. عطني هذا عطني. عطني اياها. يلا بس خله الحين خله ينزل على راحته. اي بس. ايوه. خليه ينزل على راحته خلينا نشوف اشوف الحج اللي هنا. روح توكل على الله. بسم الحج الله. يتوقع ما شاء الله. اللهم صل على محمد. ما شاء الله. لا اله الا الله. تبارك الرحمن. محمد رسول الله. ايبه اصلي. نعم. انا بس كشفت. احنا بيك انت قلت لي ابو ساعه سالفه. نعم. ابى اشوفها. ان شاء الله. بس الحين خلي يبرد شوي. يبرد شوي يفتر. يلا هذا طبختنا جهزت مشعل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. لا اله الا الله. تو انت بالحكوكه بعد ماكو اظن احسن من كذي حكوكه. ايه سكت. الريحه مو طبيعيه. ايش رايك؟ مو طبيعيه الريحه. شيء 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 حمسه. هذا الحين انت بتزين صح؟ منو؟ لا 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 انا اقول خله. لا خله خله مول. كلم وياه هذا اليتيمه. وهذا هامورنا. ورنا الحين هذا. هامورنا ولا قرقورنا هليبو. عظم على الراس. لا تعور يدك. لا 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 دقيقة واحدة. شوف. يلا عاد. لأن عود بداود. عود إي. يلا جايبه أصغر. كان بعد كان ما عاقنا بصوت. ما شاء الله. هذه الحفلة. هذه الحفلة نعم داخل. هذا هامورنا الحين. قول لي. نعم. الحين نقصتي اليوم انا بفوضكم فيها. نعم. انتم العاده برنامجكم تسوون نقصه. نقصه. انا يبغى نفوض البرنامج ودوه حق اللي تبون. حق اللي نبيه. بس أنا بنذوقها عاد. بس ذوقوني هذا شوي عن خاطري. يلا. وبذوق هذا وياه. بس وين الصحن؟ طب تودي حق احد نقصه؟ لا عشان ذوقها انت. بس تعود تعود. يلا. وحط يم هالعيش. خلي واحده. يلا. خلنا نذوق هذا بس شوي. هذا بيانه. بنذوق احنا ونذهب الباقي حق النقصه نشيله. نقول لكم صحه وعافيه عليكم. ها. يا بعد روحي صحه والف هنا. شلون الحشو؟ الحوش خالصين منه باقينه. ايه. بس السمكه طعمها فيها لذعه الليمون. نعم. والاشياء اللي حاطها. يا سلام يا سلام. واللوبه وياه معطيه مول. نعم الله عليكم. صحه وعافيه. نشوفكم ان شاء الله بالنقصه الجايه ان شاء الله في امان الله. احنا بناكل اكل وكاله.